فؤاد قبيب يوجه رسالة مؤثرة لدنيا بطمة. نشر مهندس الديكور المغربي فؤاد قبيب صورة تجمعه بأخت زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وأرفقها بتعليق عبر من خلاله عن مدى اشتياقه لها، وذلك عبر حسابه الشخصي بالإنستغرام. وكتب قبيب في التعليق: خليتي بلاستك أختي العزيزة، توحشنا الضحك ديالك، الله يرجعك لدارك وسط ميمتك ووليداتك يا رب. لإشارة فإن فؤاد قبيبو حريص منذ اعتقال دنيا بطمة على نشر صورها والدعاء لها وكذا التعبير عن اشتياقه لها. وفي نفس السياق وجه قبيبو في وقت سابق رسالة مؤثرة لوالد زوجته حميد بطمة عبر الإنستغرام، حيث كتب: بابا حميد رمز القوة، داكشي اللي ما تعلمتوش من بابا الله يرحمه تنتعلمو من هاد السيد، كم أنت عظيم يا بابا حميد، قولوا بكاي، قولوا ضعيف، قولوا ماشي راجل، أنا مجرد إنسان ضعيف وخالي من الشر، وأحب الخير لغيري قبل نفسي.